قد مين شهيد جوار عفريت دورت شهيد شوارع شكرمات الهلال كامل 59 الهلال موجود 59 يزيح هذا بالتعليمات وامر عسكرية اكرام لا احد هد لا احد تعيي شهداء باسمي واسم مجلس الابيض العسكري اهنئ تخريج هذه الدوره دوره الشهيد شورش قرموخ من اكاديميه الشهيد دجوار عفرين آملين ان يحافظوا على التدريبات التي تلقوها من هذه الاكاديميه من تدريبات سياسية وفكرية وأيديولوجية وعسكرية كما نتمنى من الرفاق أن نستذكر ويستذكروا شهداءنا الذين ضحوا بدمائهم الزكية من أجل تحرير هذه الأراضي في السابق من داعش أكثر من 11 ألف شهيد وأكثر من 24 ألف جريح دفعنا ثمناً لتحرير هذه الأراضي من داعش وبالنسبة لقواتنا قوات سوريا الديمقراطية لقد قاتلت عنا العالم كله قاتلت الإرهاب ولقد تمكنا من التخلص من داعش ومن بعد داعش أصبح الممول الحقيقي هو الاحتلال العثماني فلقد احتل عفرين وتل أبيض وراس العين ونحن نقف على خطوط التماس من أجل الدفاع عن أهلنا وشعبنا Vamos! Vamos! Vamos!